يتعلق بالإمام الثاني من أئمة أهل البيت وأحد الخمسة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اليوم نتلو بإذن الله تعالى الموعظة التي وعظها الإمام وهو في اللحظات الأخيرة من حياته، في تلك اللحظات الصعبة، في تلك اللحظات الحرجة التي أخذ السم مداه من الإمام. وكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقذف كبده قطعة قطعة. في تلك اللحظات يدخل عليه جناده ويقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: عظني. فهذه حقيقة التفات من جناده أنه في تلك اللحظات لا يفوت هذه الفرصة، ويقول له: عظني يا ابن رسول الله. والإمام مع أنه يعاني ما يعاني، ولكنه كدأبهم لا يأبى النصيحة ولا يأبى الموعظة. فيقول الإمام صلوات الله عليه وهو يعظ جناده ويعظنا جميعا: نعم، يعني أجيب طلبك يا جناده، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمات لعلها تتناول إحدى أعقد الأشياء التي شغلت الإنسان من يوم وجد وإلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها.